مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن كيف تحصل على رخصة القيادة الكندية او كيف تعادل رخصة القيادة تبعتك في كندا. خليكم معنا بعد الفاصل. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. اليوم بدنا نحكي عن مقاطعتين لأنه عندي experience فيهم. إذا في أنت رايح على مقاطعة ثانية بدك تتعلم أكثر عن هاي المقاطعة اللي مقاطعة كيبيك ومقاطعة أنتاريو. مقاطعة كيبيك بدنا نبدأ فيها، بتروح على مكان اسمه ساك SAAQ اللي هي Society Insurance Automobile Quebec. بتاخد رخصتك، اذا ما كانتش مترجم لازم تترجمها للغة الانجليزية. قد يطلبوا منك ختم الرخصة من قبل سفارتك في كلا المقاطعتين، هذا مطلوب اتوقع. بتروح عليهم، واذا عندك ورقة experience من المرور خدها معك بحيث تبين كم سنة انت لك خبرة، لانه اذا عندك خبرة اقل من سنتين بتطلبوا منك اشياء اكثر، انك تروح تدرس وما تدرس. اذا عندك خبرة اكثر من سنتين بودوك في مقاطعة كيبيك على اختبار دايركت بنفس اليوم، تدفع الرسوم بتروح على اختبار الكتابي، هو عن طريق كمبيوتر طبعا. تدخل إذا جاوبت صح ونجحت فيه بتروح على الاختبار العملي، بتاخذ موعد خلال أسبوع أسبوعين شهر حسب المواعيد الموجودة عندهم، وبتطلع رود تيست. إذا نجحت في الرود تيست بعطوك الرخصة دايركت وخلص أنت أوكي تسوق وكل شيء تمام. الموضوع دايركت ما في أي تعقيدات. في مقاطعة أنتاريو شوي أكثر هيك لبكة وخربطة. أول شيء بتروح عليهم بعطوك شغلة اسمها جي درايفنج لايسنس، هاي للمبتدئ الجديد اللي هو واحد عمره 16 سنة بده يدرس، أو شخص جاي جديد عشان اللي فتح ملفهم. هلا الجي 1 اللي هي هاي اول رخصه بعطوك اياها، الجي 1 لها ريستريكشنز. اول وحده هي خمس شغلات مهمه. اول وحده انك ما بتقدر تسوق غير لما يكون معك واحد مع رخصه اقل شيء له 4 سنين. الشغله الثانيه انه نسبه الكحول لازم تكون في الدم الصفر. الشغلة الثالثة انه كل اللي جالسين في السيارة لازم يحطوا السيت بيلت، مش بس اللي بالامام اللي بالخلف. الشغلة الرابعة انك ما بتسوق من منتصف الليل الى الساعة 5 الصبح. الشغلة الخامسة انك ما بتستطيع تسوق على الهايويز. فهاي 5 شغلات في الجي 1 ما بتقدر تسويها، غير هيك انت بتقدر تسوق في الاوقات العادية. بعد ما تخلص الجي 1، هلا اذا انت معك رخصه سابقه بتروح بتتقدم على الفول جي، اذا ما معك رخصه سابقه بتروح بتقدم على شغله اسمها جي 2. الجي 2 لازم تكون بعد الجي 1 8 اشهر اذا رحت على مدرسه، وسنه اذا ما رحت على مدرسه. الجي 2 بتاهلك انك تسوق، برضه فيها 5 شغلات مهمه. بتقدر تسوق بدون واحد معاه خبرة. كل اللي موجودين في السيارة لازم يكون معهم سيت بيلت. بتقدر تسوق على كل الطرق. نسبة الكحول لازم تكون 0. النقطة الخامسة انه تكون القيادة معك الجي 2 لمدة سنة فقط، 12 شهر، بعديها لازم تتقدم على الفول جي. الفول جي اللي هي بتكون اللي معهم خبرة سابقة او اللي اختبروا جي 1 مستعدين يختبروا جي 2. الجي 2 هو عبارة عن تيست رود، الفول جي رود تيست بتسويه. هذا إذا نجحت فيه بعطيك الفول لاينسز، خلص بتصير أنت تقدر تسوق في أي مكان. الموضوع شوية هيك مخربط بس سهل جدا لما تروح تسوي الإجراءات سريعة، خاصة إذا معك رخصة مسبقة بنقلوك من جي 1 لفول جي دايركت إذا قدمت الامتحانات. طبعا هلا بس تخلص هذا بدك تشتري سيارة. بدنا نحكي بسرعة عن موضوع السيارة، احنا حكينا عن شراء السيارات سابقا. السيارات هون لها اكسبنس وهاي اكسبنس. اول شغلة اللي هي الانشورنس. الانشورنس في مقاطعة كيبيك ارخص كتير من مقاطعة انتاريو، بتحكي عن يعني 5 اضعاف يمكن. هون غاد ممكن تأمن ب 30-40 دولار، هون بتأمن ب 150-160. طبعا بيعتمد التأمين على
الهيستوري تبعك في التأمين أو نظافة إنه ما في عندك حوادث. فعشان هيك أنا يعني بحبذ الجميع يجيبوا ورقة من دولهم من شركة التأمين اللي كانوا معها، إنه إلهم مع هاي الشركة مثلا 10 سنين، ما عندهم أي حوادث، ما عندهم أي كليمز. هاي بتساعدك كتير هون، مش كل الشركات تأخذها. أنا حوالي 3-4 شركات الرابعة أخذتها بس، فبتساعدك وبتنقص كتير من التأمين فعلا. الشغلة الثانية في السيارات اللي هي البنزين طبعا والزيت اللي والبريكات، هاي الشغلات الطبيعية بدك تفهم انه هون الميكانيكية شوي غاليين، لانهم بياخذوا بير اور يعني بالساعة. اي شغلة بتخرب اذا انت ما بتفهم في السيارات اكيد بدك تاخذها على ميكانيكي، راح يكلفك مبلغ وقدره، يعني ممكن ياخذ منك 100 بس على تغيير قطعة، وقطعة سعرها $50، فايتس نورمال يعني. فاتوقع هاي الشغلات. الشغلة الثالثة طبعا قطع الغيار والسيارات وهاي الشغلات اللي بدك تفهمها. الشغلة الرابعة اللي هي تغيير العجلات بين شتوي وصيفي، وصيفي وشتوي. هاي شغلة مهمة تعرف انه بدك يكون عندك 2 sets، فهاي راح يكون اكسبنس، وكل مرة بدك تغيرهم بدك تدفع على تغييرهم وتطليعهم وتنزيلهم. هاي الشغلات المهمة في موضوع القيادة في كندا حبيت اشارككم فيها. يعطيكم العافية ونراكم في حلقة ثانية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.